المقادير بقى بتاعت السوري ده انا هقولها اهي. لا ده هنا القطر، ايوه السوريد، السوريد بالسين. لحمه مفرومه، بصل، بصل، صلصه طماطم، ملح وفلفل وميه. ايوه اوكي. صلصه اللي هي الصلصه العاديه ولا صلصه انت طبخاها بطماطم؟ لا صلصه طماطم صلصه عاديه طماطم ضربوها في عاديه. الخلاط. اوكي. هنحط زيت شفلت لنا ده. لا خليني اعلي لك عشان نغطي شويه بقى. عايزه ايه، البصل الاول ولا اللحمه؟ البصل. لا البصل. بصل الاول. بسم الله. بتبقى كميه بصل كده حلوه يعني. مش شويه صغيرين، لا حبه كده حلوين. واكيد الاكل عندكم خفيف عشان الحر وصحي زي ما انت شايفه حضرتك. مش يعني كل الحاجه هتشوفيها مش مسبكه. أيوة مش مسبكه، كلها سبحان الله اكلات صحيه. يعني اكلات خفيفه صحيه خفيفه فعلا. هتشوفي الويكه ما فيهاش اي نوع دهون، ما فيهاش اي ماده دهنيه. طب والاكل عندكم بيختلف في الشتاء عن الصيف عشان الحر؟ ايوه ولا يعني هو يعني مثلا في اكلات مميزه في الشتاء بتاكلوها او حاجات في الصيف ايوه بتاكلوها؟ يعني مثلا السوريد ده في حاجه اسمها سخينه، السخينه دي برضو بتبقى في الشتاء. ليه بقى؟ اشمعنى تقيله؟ يعني بتدي طاقه. بتدي طاقه عباره عن ايه طيب؟ السخينه بتبقى برضو بصل كتير وفيها او فراخ، او هي اكتر حاجه بتبقى بالحمام. سخينه الحمام. اوكي دي ماشي، المره الجايه بقى تعملها لنا ان شاء الله. ايوه البصل بتاعنا بس البصل. ايه يدبل. اوكي على فكره احنا ممكن نجيب الحله هنا ونجيب دي هنا علشان ده اقوى. بس استني اجيبها لك علشان ايه ما تتلسعيش. ثواني نجيب دي هنا كده. تعبينك معانا. لا لا خالص، انت مصرفانا والله. ميرسي يا حبيبتي. اهي كده علشان ايه البصله هتلاقيها دلوقتي كده اهي. فعلا هتسرع هنا. هتسرع عشان النار. ده خليه بقى براحته. لا هو ده خلاص يعني. كده خلاص ولا خلاص والدوكه نشيلها؟ خليها هنشيلها احنا بعدين عشان ما تتلسعيش. لا خليكي اشتغلي عشان نلحق بس قبل الفاصل. دي يعني زي اللحمه المعصجه بالطماطم. ايوه بس عليها الطماطم. ودي بقى زي ما وريت حضرتك العيش بيتقطع كده وبيتقدم عليه، ودي بتتقدم عليه. طب انتوا بتستعملوا بهارات او توابل معينه؟ لا ملح وفلفل. هي ملح دي ملح وفلفل اصلا. بس ما فيهاش يعني ايه حاجات كتير. ولا افتكاسات ولا كده، لا بسيطه جدا. ما انا بقول لحضرتك هو الاكل النوبي ابسط بسيط مما تتخيلي. يعني احنا كمان عندنا حاجة مشهورة بيها النوبة، بس دلوقتي يعني دي اللي فعلا قلت شوية او بتنقرض، اللي هو حاجة اسمها اصلاد. اللحمة بنشفها مجففة، بتبقى زي مجففة كده. دي بقى دي يعني هي اكيد قديمة زمان عشان ما كانش في تلاجات وكان حر. بس طعمها بقى حلو. يعني في بعض الامهات بتعملها لحد الان ومشهورة في المطاعم في أسوان. لحد الآن لازم يعملوها. احنا لازم نروح بقى ناكل أكل نوبي. ده أنتِ تشرفينا في أسوان. بس تروحي في الشتاء. طبعًا أكيد. هنحط بقى اللحمة. لا ثواني بس تاخد. أخدت لون هي. بسم الله. أوكي. وبعد ما تتحمر بقى تتعصر تحطي الصلصة ولا في الأول؟ هحط بس الملح والفلفل دلوقتي في الوقت ده. أيوة أجيبها لك. هي بتعصج اللحمة. أيوة ببصل كتير وملح وفلفل، ولما تتعصج بنحط لها الصلصة. ايوه لما بقى هتدخل في السوى هننزل الصلصه. طب خلينا بقى نطلع علشان على ما اللحمه تتعصج. اوكي نطلع لفاصل عشان نلحق. وادي السوريد بعد ما خلص اهو، بصوا اللحمه بالصلصه اهي. ايوه شايفين لونها تحفه وريحتها حلوه جدا. هندوقها في الاخر بقى.